استاذ احمد، انت مجال عملك في التطوير العقاري، ومجال التطوير أيوة. العقاري دوت مليان منافسه ومليان تارجت. ايه بقى، ازاي ده حضرتك حقيقي. بتشوف الحديث ده؟ ازاي بتشوف الحديث ده مع مجال عملك المليء بالمنافسه؟ والله يا مولانا، هو شغلي ده عشان اقدر ابيع وحدات سكنيه او مكاتب او غيره لازم افتح قنوات كتيره. يعني لازم اعتمد مثلا من ضمن الحاجات الاسباب اللي بناخدها مثلا مكاتب التوصيه العقاري، او مثلا اعلانات بنعملها مباشره، او شبكه الاصدقاء والمعارف. فالواحد عامل زي الصيادين كده، احنا بنرمي هنا وهنا وهنا حلو قوي ونروح التعبير ده، نستكشف. حلو قوي تعبير ان احنا عاملين زي الصيادين، بنرمي الشبكة وبعدين رزق ربنا بيجي لنا في الشبكة دي. ما نعرفش بقى يعني الواحد فعلا بيتعلم دروس كل يوم في الحته دي، لان الواحد بيرمي هنا وهنا وهنا وما تعرفش هتيجي منين. وممكن قوي مثلا ساعات الواحد يبقى ايه، عمل مجهود في حته معينه، ففكر الحته دي اللي عمل فيها مجهود هي دي اللي هتيجي وهي دي اللي هتمشي، وان انا النهارده دي شكلها، وفي الاخر ربنا يعلمنا هو انت مش عملت مجهود هنا وتعبت هنا، كنت فاكر ان دي اللي هي طب انا بقى مش عاجبها لك منين؟ عاجبها لك منين؟ عشان كده وتلاقي الشخص اللي انت عرضت عليه عرض، وفي نص العرض كده قلت له طيب وعامل مجهود وفاكر بقى ان خلاص كله تمام وبتاع، فربنا يقول لي بص هو مش هو اللي هيجيبها لك، انا اللي هجيبها لك، فانا مش هجيبها لك من هنا. الاقي واحد وانا قاعد كده كلمني يقول لي بقول لك انا عايز واحد اثنين ثلاثه، تيجي لي من حته تانيه خالص. ولذلك فالواحد ولذلك 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 القاعدة التانية اللي احنا ذكرناها، واليقين من مدد الله سبحانه وتعالى لنا. القصص اللي انت حضرتك بتقولها لنا على قد ما هي بسيطة، على قد ما بتكرس في قلوبنا مسألة اليقين من مدد الله لنا. انا عملت مجهود الناحية دي وبذلت مجهود، وفي بعض الاحيان بيبقى خلاص هو شايف التعاقد، الناس هتمضي اهو والناس ما تمضيش، وفي الناحية التانية الشخص اللي هو ما عملش معاه نفس المجهود ويأتيه الرزق من هناك. مش معنى كده ان احنا ما بنعملش مجهود مع الاتنين، لا، حتى اللي عملت معاه مجهود وما كنتش متصور ان هو ممكن هو اللي يجي يشتري، لا، هو اللي جه يشتري وهو ده اللي تمم الصفقة. هذه دروس مظبوط. عجيبة في حياتنا، وعشان كده قلنا التوكل هو اللي بيفهمنا القصة دي، هو اللي بيفهمنا الجمال ده.